اسمع الحديث. أيوة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال أخبرني البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما قال حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل. أحبائي في الله، بداية من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ من يعرفنا برواة الإسناد؟ تفضل. إسحاق وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو أيوب بن راهويه المزني. أبو أيوب أبو إيش؟ يعقوب. نعم. أبو يعقوب بن راهويه المروزي ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنبل، مات سنة 36 و200 وله 72. النضر بن شميل المازني أبو الحسن النحوي البصري نزيل مرو ثقة ثبت، مات سنة 400 وله 82. وله 82. نعم. وله 82. إسرائيل هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني أبو يوسف الكوفي، مات سنة 60 و100. أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي ثقة مكثر عابد، مات سنة 29 و100. البراء بن عازف بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي صحابي ابن صحابي نزل الكوفة واستصغر يوم بدر وكان هو وابن عمر لدة، مات سنة 72. أبو بكر الصديق هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي أبو بكر بن أبي قحافة الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات في جماد الأولى سنة 13 وله 63. نعم، هناك تحويل في الإسناد، تحويل في الإسناد، فاذكر التحويل. التحويل هو عبد الله بن رجاء بن عمرو العدني العدني الغداني. نعم الغداني. أيوة الغداني بصري صدوق يهم قليلا، مات سنة 20 و200. نعم، إذا من يذكر لنا لطيفة من لطائف هذا الإسناد؟ واحد فيه التحويل بالإسناد. اثنين نعم فيه رواية الصحابي عن الصحابي. ثلاث شيخ من أفراده من الطريق الثاني، شيخ البخاري من أفراده على مسلم من الطريق الثاني. أربعة فيه رواية الابن عن جده، فيه رواية الابن عن جده. فإسرائيل يروي عن أبي إسحاق وهو ابن يونس، فإذا فيه رواية الابن عن جده. اعمل خيرا وبإذن الله سترى ذلك في ذريتك، إن لم يكن في أبنائك فستراه في أحفادك. المهم أنت اعمل صالحا واثبت واجتهد في تربية أولادك، واجتهد في تربية زوجتك، واجتهد في زرع الدين، لن يذهب سدى، ستبقى ويظهر الأثر ولو في الأحفاد. لكن لا تقصر في تربية الأولاد. نرجع ونكمل.